تعديلات جديدة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد تنص على رفع سن تقاعد الشيخوخة للذكور والإناث. أبرز ملامح هذه التعديلات مع الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السيد شمان المجالي. صباح الخير وأهلا وسهلا بك. يسعد صباحك ست رندا ويسعد صباح الإخوة المشاهدين. نعم، ممكن بداية إذا في مجال تحكي لنا عن أبرز ملامح هذا التغيير وأسبابه أيضا. نعم ست رندا، احنا يعني أطلقنا منذ أكثر من عام مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي، وحقيقة عقدنا حوارات في كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها، وأنهينا هذه الحوارات حقيقة حول مشروع التعديل، وكان هنالك لقاءين جمعا عطوفة المدير العام في لجنتي العمل في مجلسي النواب ومجلسي الأعيان حول هذه التعديلات. ومن أبرز هذه التعديلات باختصار يعني الحلم الذي طالما انتظره المؤمن عليهم ممن ليس لديهم تأمين صحي، خلال هذا المشروع تم إدراج أحكام تفصيلية في القانون، يعني الهدف منها هو تطبيق التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص ممن ليس لهم تأمين صحي والمتقاعدين من ذات القطاع. أيضا خلال هذا المشروع هنالك جزء وشريحة كبيرة من مجتمعنا الأردني يعيشون بيننا ولكنهم غير داخلين في مظلة الضمان الاجتماعي لأنه لم يسمح لهم الاشتراك بصفة اختيارية، وهم إخواننا أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات المقيمين في المملكة. حقيقة تعديل آخر بخصوص تأمين الأمومة، تم التوسع في المنافع التأمينية المتعلقة بهذا التأمين بحيث أصبحت المرأة تستحق بدل إجازة الأمومة إذا كان لديها 6 أشهر متصلة قبل الوضع أو 8 أشهر خلال 12 شهر الأخيرة. أيضا في موضوع الوفاء الطبيعية لمن وقعت وفاتهم خارج خدمتهم المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، في ظل القانون الحالي إذا توفي مؤمن عليه بعد انقطاعه عن الاشتراك لمدة لا تتجاوز 60 شهر وكان له 120 شهر، كان ورثته يستطيع أن يدفعوا الاشتراكات حتى تاريخ وفاته والحصول على راتب تقاعدي. وحقيقة هذا التعديل غير العادي تم إجراؤه على قانون الضمان الاجتماعي في عام 2019 واستفاد منه ما لا يقل عن 1200 أسرة أردنية فقدت معيريها. راجع المؤسسة الكثير من الورثة المستحقين ممن تقل أعداد اشتراكات المؤمن عليهم اللي كانوا بيعيرهم عن 120 اشتراك، وبالتالي في تعديل القانون في هذا المشروع سوف يتم تخفيض عدد الاشتراكات اللازمة إلى 96 اشتراك، ومن ثم نبدأ بالتدرج حسب عدد الاشتراكات في الضمان الاجتماعي. نعم سيد شمان، متى سيتم تطبيق يعني هذه التعديلات؟ نعم، هذا القانون الآن سيتم عرضه على مجلس إدارة المؤسسة في نهاية آب الجاري، ومن ثم سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلسي النواب والأعيان في الدورة العادية المقبلة. ويعني حقيقة نأمل أن يكون في مطلع العام القادم قد أقر هذا القانون وأصبح نافذ المفعول إن شاء الله. نعم، الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السيد شمان المجالي، شكرا جزيلا لك. إذن في حديثنا لليوم ناقشنا القانون الجديد المعدل للضمان الاجتماعي، أيضا تحدثنا حول برنامج أردن جنة وحول أسعار الغذاء في الأردن.